نعود إلى أسئلة الإخوة يقول هذا الأخ يا شيخ من هم السلف الصالح الذين يحتج بقولهم في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم الذين ذكرناهم قريبا وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين القرون المفضلة هؤلاء هم السلف الصالح. وهم الذين يفسرون القرآن التفسير الصحيح الذي يطابق معناه والذي أراده الله سبحانه وتعالى نعم